سعادة السفير ليو داتشيان سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة. السادة الحضور، نفتتح معكم بسم الله الشافي المعافي هذه الاحتفالية التي تشق الباب عن نهار مصري جديد يشرق فيه وجه رئيس مصر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يرعى بتوجيهاته الكريمة هذا الحدث الإنساني العالي. يسمى مصر الأعلى من الكلام يا مدائن الأمن التي تفتح أبوابها الأنبياء لتبقى أحلام الناس أنهاراً وسنابل. يا مصر التي بنت من زكاة مالها قبة الصخرة والمسجد الأقصى ورصفت الطريق إلى غزة والقدس بنجيعها المضيء. مصر الكنانة تواصل إسناد جدارنا بروحها، ستقدم ما لا من مآثر يشهد اليوم على آخرها، فنراها تبلسم قلوب الغزيين المحاصرة لتفتتح لهم نافذة على الأمل والحياة. ونرى الباشق الكوني الصين العظيمة أم المعجزات يدها بيد أم أساطيرنا مصر الدنيا تتكاتفان انتصارا للعافية، رغم الاحتلال وتدعيما لحق من وقعوا في دائرة الاحتلال، ما يجعل هذه الخطوة قبضة قوية على جدار الانغلاق والحصار وقتل الخلايا الحية في قطاع غزة. إنه لمن دواعي سروري مشاركتكم بهذه الاحتفالية ممثلة لدولة فلسطين ورئيسها فخامة السيد الرئيس محمود عباس وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية سعادة السفير دياب اللوح، والتي تقيمونها بمناسبة توفير نصف مليون جرعة من لقاح سينوفاك المنتج بالتعاون بين جمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية الصين الصديقة، دعماً لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعيش تحت نير الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي وحصاره الغاشم الظالم. إن هذا المنتج الصيني المصري المشترك لمكافحة جائحة كورونا COVID-19 إنما يعبر عن التطور الكبير في مجال العلم الذي وصلت إليه البلدين في عملية البناء والتنمية للتخلص من احتكار بعض أطراف المجتمع الدولي الذي ما زال يسعى حتى اليوم إلى احتكار ذلك لنفسه فقط والتحكم بمصير الشعوب. كما يشرفني أن أنقل تحيات شعبنا الفلسطيني العظيم ورئيس دولة فلسطين فخامة السيد الرئيس محمود عباس لأخيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم على دعمهم الدائم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات ومراحل الصراع. ولعل هذه اللفتة الإنسانية التي نعتز بها ونثمنها عاليا ونعتبرها بمثابة البلسم لتضميد الجرح النازف في فلسطين، إن شكرنا الجميل موصول لمصرنا ولأصدقائنا في الصين. وكم كنا نتمنى أن لو استطعنا اختراق الحصار الظالم البشع لنتمكن من الصلاة في قدس الأقداس تحت قوس السلام الحقيقي العادل الذي تغتاله إسرائيل يوميا. كل التحية والتقدير لأشقائنا في جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا ولجيشها العظيم، وأصدقائنا في جمهورية الصين الشعبية ولكل من ساهم في هذه اللفتة الإنسانية، وأخص بالذكر شركة فاكسيرا. حفظكم الله
ودمتم أشقاء وأصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.